السيدة ماجدة مرهون الصفار إحدى سيدات المجتمع العراقي من مواليد 1932. بلغت 90 عاما وما زالت معطاة على المستوى الاجتماعي رغم الظروف الصعبة التي مر بها العراق خلال 40 عاما مضت من حروب وحصار ودمار اقتصادي واجتماعي. فقدت 3 من أولادها واحداً تلو الآخر، وأخيراً فقدت ابنتها الصغرى في وباء كورونا. تتحلى بالصبر والأمل، ومن أجل إسعاد الآخرين ترسم الابتسامة على وجهها، وقلبها يعتصر دماً من الحزن على أولادها. تنشر الحب بين الأهل والأقارب، وتصلح ذات البين، وتطيب خواطرهم. لا تهاب الظلمة، وتتوكل على الله في كل خطوة تخطوها. لها من الهوايات ما يجعلها تنسى همومها وآلامها، فترسم الزهور وتصنعها من أكياس نايلون كي تزهر حياتها بالنشاط والحيوية. تعشق الشعر والقراءة، كيف ولا وهي من عائلة تربت على الأدب والشعر، فوالدها الشاعر مرهون الصفار. حصلت على شهادات تقدير من منظمات المجتمع المدني لنشاطاتها الاجتماعية. هي كلها مأساة، بس إذا الله سبحانه وتعالى ينطي العبد صبر، هي إرادة الله. صبر الآن لا سن، أقول إرادة الله صبر، والحمد لله والشكر لا زال كلهم يصلون وزينين، وعندهم خوفة الله. شنو هي الدنيا؟ فالدنيا كلها فناء، احنا كلنا خطا، بس هو الموت يحرق القلب، ما اقول لك لا، يحرق القلب ويرجرج، بس إرادة الله. كل واحد حد يومه، لو كاتب لها تموت انتصار، كان بالقزيز اللي مشت عليه جت مشدخه من دماياته، الله سلمها بدأت تموت بالكورونا. لا أنطم ولا أقول ليش ولا أقول حظي، هاي عندي هاي الأشياء كلها ما أستعملها، كلها إرادة الله. حتى الإنسان رزقه كلها إرادة الله، الله انطاني إياهم، زوجتهم، جاهم ولد، راضي عنهم وراضين عني، أزيد من هاي شريد من الله، مرتاحة وياهم. بس خبزتهم هذه، خبزتهم هذا، لو الإنسان تيده يعيش ملايين ما تقدر، كلها بيد الله. لكن ما ينسون للتالي، ما ينسون الأولاد، وكان الأخوة، وكان هذا، بس هالشيء كل واحد يصبر نفسه، إرادة الله، الله رايده. الحمد لله والشكر، لا أقول ليش ولا أقول شنو، فالشي بيد الله مو بيدي، والله حابهم أخذهم. بعدين زوجت، صاروا عندي أولاد وبنات 2، والحمد لله عايشين حياتنا سعيدة. ما عندنا شغل لا بهذا ولا بذاك، ناس كانت مستقرة، بس من صار الزمن صدام قام يحارب، ولدي كانوا خيرين يصلون معلمتهم على الصلاة وعلى الأخلاق ويحلفون براسهم. قلنا لمكة، رح لمكة أخذت حسين، ورحت أنا وأبوه وأخته ورحنا لمكة. من رحنا لمكة
منا لهنا أنا ما أتحرك. يقرأ قرآن ويصلي، كل إحنا نقرأ قرآن ونصلي هيجي هذه. رجعنا مرينا على الكويت، جماعة خابرة قال يا به لي يجي حسين، ترى واحد من أمنا واحدة حجتها قالت سيأخذوه. لا خش بعقلنا، رجعنا من الحج دا سوي له القعدة مالت الحج، ما شوف إلا راحوا للمدرسة أخذوا من المدرسة وراحوا. وبدت المأساة. أنا كنت مزوجة وعندي اثنين، بدت المأساة. أي أسمع خبر ماكو، وقمت يومي أروح لمغرب ما أدري هيك لا تسألين ولا تقولين، وخاف عليش أنا أروح أروح أدشتم ريحة خبر. ولقيت ما لقيت صعوبة والحمد لله. والله والله أنا هسه من أتذكرهم مو أنقهر، أقول لا أحمد الله وأشكره، لأن هم راحوا شهداء وخيرين ودينين والحمد لله والشكر. هي كل إحنا نموت، فشيت أروح على المغرب أشوف هاي مخلي منها ثمانية، هاي مخلي منها سبعة، هاي مخلي رجلها ولده، أرجع أقول الحمد لله والشكر أخذوا فد واحد من عندي. بس حاربونا حاربونا حيل حاربونا، كل سنة أمين دق الباب، كل سنة أمين دق الباب. أنا عندي وجه ولدي بالجبهة جنود، فاليوم ساعة ثنتين من الليل دقت الباب، طلعت أني كانت حرب مهران، فتحت الباب قلت له شهيد لو مصوب، كان يقول أنا من، قلت له أنت جيت، أنا جيت عندي اثنين ولد بالجبهة شهيد لو مصوب، كان يقول لا إحنا مو عالية بدنا ناخذ معلومات على مود حسين. قلت له شو تقول لربك انت ساعة ثنتين من الليل شعوف النهار تجيني بالليل تخرعني ليش؟ صرت عصبية انزلت عليه هذا، حتى اخويا سمعني قال لي عشيد ايش والله. قلت له اني ام احسب جندية لو احسب ابني؟ حاصل هواية مأساة هواية مأساة. شكرا لله احمد الله واشكره اللي راحوا شهداء. يقولوا انت بكيتي على حسين هوايه، اقول لهم حركت هوايه لو من اول يوم عادمي كان اقدر اتناسى او هذا، بس انا ليلي مع نهر هو بفكري، ليلي مع نهر تندق الباب اقول بكي اجى. والحمد لله حد يومهم هذا. كم عمر حسين من سمعتي خبر اعدامه؟ والله ما صدق يمكن يقول لي، كان كنت زوج اخوه ثاني يوم السبعه الصبح خبرتني بوزاره العدل، هي كانت تقول لي يما اقول لي طلع حسين معدوم والاوراق من يمي، هسه داخل راح حسين عياش معدوم، لزمتني الرجفه انا بوحدي. رجعت تالي رحت يم امي قلت لها يما اقول لك انا اشوف دج مو عندي، قلت لها انا راح اغسل بالحمام، اللي يجي يقول لك ماكو هي اني بالحمام. قعدت بكيت وتنفهت وهذه، بعدين طلعت برا، ما طلعت العصر السبعه مالت اخوه زواج اخوه العصر، صار العصر بدلت ولبست الثوب اللي اريده ورحت استقبلت المعازيم اللي جايين عازميهم، قلت اسوي عزا ينقلب الارس عزا خطيه، هو الواحد يتزوج بالعمر مره وخطيه العروس اسويها سقم، خلت حمل واسكت واني ما ادري. وبالفعل صارت القاعده خلصت وهذه، ما حد يدري حتى اهلي ما قلت لهم للتاني، حتى لا حد لا يتنغصون لا العروس ولا العريس ولا اهلي ولا بناتي ولا، كلهم مشوا على راحتهم. وراها قلت لهم وش اسوي هاي؟ يعني شو يفيدني اذا اقول قدام الناس الطم وابكي؟ والله هذا ابن حسين ابني كبير اني انعدم، ظل كم سنه سنين
يو يروح ويجي ابنه يقول لي بيبي هو طيب لو ميت، ما اقدر اجاوبه، اقول له الله كريم. وبعدين اخذ بضحكه وياه واني هيز قلبي يجي ممرود مرن، واخذها بضحكه وياه الله كريم، على ساعه يطلع على ساعه هيك. بعد شو يريني لمن سمعنا برر هذا الله سمعنا. ابني زياد من طلع انا حديقتنا كبيره قاعده بزويه على صفحه، اجى بوسني مبوسني وراح. من مشى مشى فد مسافه طويله، التفت علي عاني عيني لا عين علي، قلت له يما لا تاخذ ابنك. قال لي اني بيدي ياكم شيء، قلت له والله لا تاخذه. هو رجع بوسني وقال لي يما امني بيدي اني كامشه وما اخلي، وبنا اخاف على الولد، بس ادري الولد ادري انك الراحه ما مو سهله. فهو دا يروح موسى بن جعفر عليه السلام، بعد قبل ما يروحون قايد ابنه ودا يمشي، من قايد ابنه ودا يمشي عالجسر صاحوا قنبله قنبله راح يصير انفجار. الناس قامت تركض، من تركض هو يريد يشيل ابنه، وقعوا عليه، من وقعوا عليه انبطح ويدوسون على بطنه وعلى هذا ويروح. تاي هوايه ماتوا بيها، مو بس هو ماتوا بيها. اي فرحنا وديناه للمستشفى، قالوا يعني ماردين مرض من الدوس، وراح على رحمة الله. والله حتى من دي يطلع قلت له يما ما اخاف يصير شيء بيك، يقول ادعي لي اصير شهيد استشهد لسن قهرين. هذا يوم هذا وراح الحمد لله، سمينا ولده زوجه وهسه واحد داري له زوجه. انا اعوض عن الاب الله يشهد، ايش قد اداري بطل فلوس واعوض، لان ولدي هم حتى ما يسمى زوجته قالوا شو اجل من امه هي فرحانه. يقول ما عودت شوكت يكبر واني طيبه وازوجه، والحمد لله كلهم يحبوني واحبهم ونعمة من الله. وعندي ابن الثالث نشل نشلة عادية، دي يروح للمستشفى قال لي يما تجين وياي ودي شاني، قلت له لا لا روح انت تداوى واني بعدين. راح يمشي على رجليه، بس الله كاتب له امانته يعني تطلع في مز الطيور وياخذ امانته، واحنا كلنا امانه بالدنيا. راح اخته ومرته وراحوا وياما لما سوينا فحوصات، قالوا هاي في مز الطيور دي. ما يعني نهار وليله توفى وراح، وظلينا حضناهم الاولاد عدى أربعة ثلاثة ولدي اثنين وبنيين. يعني مأساة مأساة، والحمد لله الله ناطيني صبر، والحمد لله الله ناطيني صبر ما أتهور. الأمور كلها خليها تمشي عدلة، نسوانهم أداريهم الحمد لله والشكر. يعني هاي حياتي، هو طاني إياها سبحانه وتعالى، طاني إياهم زوجتهم وفرحت بيهم، صار عندهم أولاد بس عمرهم قصير. شكرا لله. بعدين علي عياش اصغر ولدي طبعا، هذا هو عنده محل يشتغل بيه، وقال له ليش ما تروح مؤسسه الشهداء تتعين؟ واحد عينه مؤسسه الشهداء، هو مهندس. والله مو امدح بيهم لان ولدي، هم نزيهين نزيهين، خاف من الله، ما عجبوا كذا يعني مربيتهم عن أخلاق. فكان يروح للمؤسسة سمعهم في اليوم مرته قالت له أقول لك علي ليش ما تغديت اليوم بالمؤسسة جايبين وليمة؟ سكت. مرتين ثلاثة عادتها قالت تريدين أكل لقمة حرام؟ قالت له شو؟
قالها هم ماخذين من كل واحد معامله 5 دنانير، 5 5 جمعوها 100 دينار، من جمعوها 100 دينار راحوا اشتروا لهم قوزي ومقوزي بدا ياكلوا. انا هذا سحروا منه ما اكل. قالت لها ما ادري بناي هم من عندهم متبرعين. قال لها لا انا قدامي شفتهم. قالوا هذه نجمع 5 5 حتى نشتري نقود. صار كانت موظفة بوزارة العدل، من صار انفجار وزارة العدل يعني الله خلصها من الموت. فمن رجعت البيت رحت أشوفها هيك الشارع سويت أنا زينة زينة هي زينة زينة هيك. فرحت بها قلت لها شكو شو زينة زينة شفيش قالت صار عندنا انفجار وأنا الله خلصني. يعني مشوا على القزيز وعلى القزيز مشوا والطابق عليها موقع، بس الله سلمها إذا أرادها تعيش الله سلمها ونجت منها. بالكورونا رأسا تلهقت وراحت. تصار من بوزارة العدل ما توفت، الله كاتب لها تعيش، لكن بالكورونا يعني هو منيتها أجلها. رجلها الزبو صار بي كورونا، جابوا له اكسجين يجيب 15 خنينه، صار زين تحسن. واني قاعده اقول لهم انا بغربة قاعده هنا بيت حدر، لا يكون توصل يمه لا يكون توصل يمه. هي بس اول يوم وصلت يمه جابت لها العشاء، بس بدات منعوها عندها رحاب وش اسمه وغفران، ما خلوها لامهم الطب. تاليها ودوها ثاني ورا يومين قالوا بيكون والله اشتروا لها ملايين ادويه وشي حتى بسرعه تطيب، بس الله كاتب لها تروح. ظلوا بناتها 2 وياها، 2 وياها ما انعدوا ما شاء الله، وهي انعدت راسا وصار عندها تخثر برجليها، وهي تشرب ادويه منها ادويه تشرب من ورا الرجة مالت وزارة العدل. صار بيها شنو تقول يعني غيبوبة، من واحدة يحكي وياها تغيب روحها، من تفرح من تنطق رأسا توقع. فيمكن الحبوبة ما أثرت عليها أتحمل. حسين الله يرحمه من السجن هواية تاني، يعني فد مرة بالمستشفى طالعة وواحد مهزوم من نعم الصدام ما دراسة ايه هيجي كان يسوي لي. قلت له شبيه؟ قال لي مهزوم من الأمن. قلت له انزل. نزلته مشيته بصفي الى ان طلعنا احكي وياه، هل قد واجيب يجيب اسفرين ويجيب فلان شيء ويجيب فلان شيء، ترى وصوني على ادوية واريد هسه تروح تشتريها وتجيبها حتى اخلصها. ولما طلعنا انا خلصت من. يقول شلون هيك جاسمين؟ قلت لهم لا انا قلب ام، يعني كنت عندي نشاط. ومره من الغرباء اجوا من شو اسمه غرباء اللي اجوا من ايران، من اجوا وكان ابن خالك حيدر لابد ما حاكيت لك امك. أنا قاعدة يم زوج أختي كاظم معلم، قاعدة يمهم بيتهم بالهول دقت الباب. طلع أبو جواد، من طلع ظل شوية بس أنا دعاين منو هذا يجي. شفت يحكون على رسالة ما رسالة من واحد داز رسالة لأبو جواد بسجن أبو غريب. سمعت أنا صحت علي ابو جواد، ابو جواد تعال اجي
قلت له شنو؟ قال لي هيك وهيك، هم هذا ما يدري كان. يقول لهم لا ما عندي ماكو هيك شيء. قلت له لا ترى اقول لك، هذا ابن اخوه مرت اخويا ببغريم، وما عنده عنوان احد وطاع عنوان مالتك، اخذها من صليب الاحمر. جابها من جابها من صليب الاحمر. قلت لها ام علي، رحت خبرت على ام علي مرت اخويا، هو يصير ابن اخوها. قلت لها ام علي تعالي امشي روحاني وياك لسجن بغريم. قلت لي شلون ملون؟ قلت لها امشي. هاي قلت انا ما اخاف، وهذا خطي تلهف ولد يريد يشوف اهله. زمت رحت اني وياها، رحت ببيت اخته فاطمه. من طبيت اني وام علي قلت لها اقول اشترى اخوك هيجي قصه كذا وكذا، والرساله هذه هي شنو المطلوب؟ المطلوب هاي الرساله بقفاها نكتب بان وصلت الرساله، يعني نفس الرساله مالت الصليب الاحمر احنا نكتب عليها وصلت الرساله واحنا زينين وزينين. الحاصل فاختي رجلها ما خلاها يروح، قال شلون ترحين السجن؟ ما اخليش ترحين. قلت له ما لازم، أنا أودي أودي، بسوي لهم دجاج ما دجاج في شيء تمتوع وأخذها. رحنا أنا وأم علي، يعني خليناه بقوشر، هي يده وأنا يده قوة، ما طببنا في السجن وطببناها. شافونا ها، رحت سجن الغرباء، قريت القطعة سجن الغرباء، طبيت شفت قاعدين انضباط. قال لي وين؟ قلت له والله جيت قصة كذا وكذا، عندنا واحد بسجن الغرباء جيت يمه. كان يقول لي اقعد يجي الضابط يلا. طبعا ام علي ارتبكت، لان كان عندنا بالجيش علي وابو علي كلهم بالجيش كانوا. فارتبكت قالت شلون سويتي بي ام مهدي؟ قلت لها لا تامن، خل نقرا الادعيه وامني. هناك برا ساعة كنا رجفش كبرها، ها لأني لا شايلة. أقول لي هويتي شايلة هوية؟ لا شايلة في الشيء. قال لي شو هي ما شايلة هوية؟ قلت من الساعة جاء وخش خل فلوس بالجنطة وجبتها. الحاصل إجا الضابط الكبير، من إجا قال لي قال ها. قلت له أقول لك أنا نفسي جيراننا جاء توها جايبة وجابوا لها رسالة من الصليب الأحمر، قامت تبكي قالت لو اقدر كان رحلت. قلت لها انا غريبه ما اعرفها. قلت لها تعالي تعالي انا اروح. قلت لي صدق؟ قلت والله انا اروح واوجه الرساله ويكتب عليها. كيفت؟ قلت لها انا والله دا اسويها لله، لا قرايهم لا ابد ولا اعرفهم ولا هاي، لو ما كانت تورطت شي كانت تورطت اقول له خلي ارجع ما يرضى ارجع. هو يعني الضابط شافني يعني دا احكي قال لي تعي 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 وياي يعني يشوفني صدق راح اروح ولا. رحنا انا وام علي وهو، فتنا طبينا السجن ما اشوف، هو هناك واقف تبين بالساحه يم السجن، كان يسوي ايده هيجي. ام علي شالت ايديها. قلت له ها؟ قال لي شفت ذاك وياه؟ طبينا يمهم طبينا يمهم، فرحه فرحه شكبرها. من فرحة وفرحة شكبرها ودينا لهم أكل أشكال، حتى جقاير ودينا، هو ما يشرب حجر. فعاد كيفوا بينا كل شيء هواية وبالأكل وشي. بعدين فد واحد كان يقول لي خالة أطل منك طلب ما يخالف؟ قلت له قول. قال أهلي بخان أخي ما يخالف ترحين؟ قلت له جيب اعطيني العنوان أروح. فكتب العنوان مال بيتين عنوان وانطاني اياه. طبعا احسان اخويا ما كان يقبل اروح، ما كان يقبل ويخاف علي همينه. اني برا ما رحت وهذه اجت حكيت القصور قدامهم. قلت له واحد انطاني عنوان قال لي قدرين؟ قلت له اروح. قلت له ما عندي مانع اروح، اني اجازه لو ايش ما يصير اني اروح. قال لي الله يرحم الاحسان. قال لي لا اني اروح. فلازم اخذ الورقه من عندي وراح هو بمكاني بسيارته. أحسان مهيوب طويل وعريض فيخافون منه بأمن. يا هو يسأله يقول له فلان فلان تعرفه؟ يقول له لا
ما عندنا ما عندنا ما نعرفك. كلهم نكرههم لدزوا رسائل يقول هسه شلون هاني ارجع شلون ما حصل واحد منهم شو بس واحد شويه كنا يجاوب الحكي قلت تعال عميك للحاجه راح يمه قال له ها ها عمو قال له اقول لك هم بناءهم اني من الامن ترى اني جاي القصه كيت وكيت وكيت اختي راحت وانطوها العنوان حتى تتصلون بيهم قال له صدق وهنا هم قال له اي فلان وفلان وفلان قرأوا هذه الرسالة كتبوها ساعة الساعة وإجا إحسان أخوي كان يقول لي يابا وصلتهم وكتبوها ساعة الساعة رسالة بعدين قاموا يروحوا لهم يزوروهم بس أول شيء المجازفة من عندي لا أخوتي يقبلون ولا ولدي يقبلون ولا شو اسمه بس أنا الله يعني ولدي يريد يشوف يسمع أهلي يسمعون بي الحمد لله والشكر. بالنجف كانت ماكو مدارس. عندهم عيب اللي بنية تقبل بالمدرسة. ماكو ولا مدرسة مالت بنات ابدا ابدا. فالمدرسة اللي فتحوها انا قعدت بيها. يعني انا وكم وحدة بنات قليلات مو هواية. اللي خاتمة القرآن قعدوها بالثالث. والمخات مال القرآن من أول بالأول فأنا دخلت بالأول يعني كانت توها فاتحيها وصلت للسادس كانت ماكو بكالوريا بالنجف ما شو اسمه يعني من الرابع سنة الثانية الخامس وللسادس بعد إلا يروحون يعطوهم أوراق يروحون لكربلاء يمتحنون وبوقتها فبكتها يعني أنا أكمل شنو أكمل ما يخلوني بطلت من السادس بطلت بعدين بورا ما تزوجت صاروا عندي خمس جهات قمت أدرس خارجي درست خارجي نجحت وبعدين مات الثالث همينة بس يعني ما كنت أرجع بيها الوياي قسم من قرايب أمك كمل الكلية يعني احنا كانت المحبة بيناتنا كلش قوية. و يعني حتى عندي اخوة من غير ام. ما ندري هاي من هاي من غير ام. يعني مودتنا ومحبتنا ماكو فرق بين هذا اخونا 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 اخونا. فاليوم بالجنسية قريتها زكية. قلت لي امي شو ليش كاتب زكية؟ تسبل أنا مرضى تقول تعالي قلت أمي أمه ماتت وبعدين أنا زوجي وجبتك أمه ذكية وأمك ده يعني ما نفرق بين هذا الأخ وهذا أمه لو مرتب له أبدا أبدا والمحبة والمودة بيناتنا إلى أن ماتوا محبة إحنا نحبهم ويعني ناس تعطف على ناس ماكو كره ماكو عداوات احنا مثلا هذا حسين حكيم كان جيراننا ليش يصحوا له حكيم؟ لان يبيع الطاريات مال الادويه صحوا له بيت حكيم من هذا ولد خالتنا قسمه ولد خالتنا احنا يعني وابن خاله اخويا انا اصح له ابن خالتي كان بيتنا بيتنا بقفة بيتنا طيغة بيناتنا جعفر والتمن نايم السطحهم وعنا نايمين بالسطح سطح بس طيغة بيناتنا فاندقت الباب نزل فتحوا الباب يلدون يصعدون فوق ياخذون جعفر والتمن ياخذوا من السطح يعبروني وياخذوا ابويا قام يصيح هو جعفر والتمن هنا أنا طالع طالع تريدون تاخذوا تريدون تصعدون شوفوا شوفوا بس هو طالع ما موجود ما موجود ويصيح حيل حتى ذاك ينهزم انهزم صعدوا هم ذولاك من صعدوا شافوا ماكو احد ورجعوا هاي تسجل بالتاريخ هسه اكو شي اوادم لا والله احكي لك لقيت رشيد علي الجيلاني كان اخويا ضابط بالحبانيه وماكو مراسله واتصالات
فمن يجينا الخبر أنا على الباب بلشي يطبلنا على ساعة على غفلة. وقضت الأيام الأخبار نسمعها بالراديو وما ندري شو نسوي. وقلبنا عنده ونتبقى مثل اللي ما يبكون الكبار. احنا أنا يمين أقوم أبكي على أخويا أنا وأختي الأصغر من عندي. ليش يبكون؟ ما ندري. والحمد لله تالي لمن إجانا شكرا لله ما صدقنا نشوفه بعنا. هواياتي الفن، هواياتي القراية، بس كل شيء يعني أحب الشعر. سمعت أنك تستخدمين اللابتوب اللابتوب عندي لابتوب هذا أرسم بيه أطلع أشياء بيه اللابتوب. وعندي آيباد وعندي آيفون اثنين حتى لو هذا عندي هو يعني أنا أحب الإنترنت كل شيء هواي. وقبل القبالة أنا اللي اشتريت أزيدك علم حتى قبل 10 سنين اجى حفيدي كان يقول لي بيبي بيبي هاي فد وحدة عمرها 75 سنة وتقول اني اول وحدة اكبر وحدة بالعراق اعرف انترنت. انت عمرك 82 شلون انت اكبر؟ قلت له يا بيبي مزاول. يعني اني هوايتي شيء من اللي اسوي اي بس بهذا العمر يعني ما شاء الله اكثر يعني هسه بالخمسينات تشوف النساء ما يستخدمون مو بالخمسينات بالثلاثينات اللي جبروها ما يستخدمون التكنولوجيا. انت صدق حفيدي يعرفون يستخدموها. كيف انت جت هجاج هذا الوايد؟ حفيدي مو اني اللي داير ما داير يعرفون وتعلمت. حفيدي مهندس اولا وثانيا وهوايته الانترنت والمعلومات احفادي اقول لك ومن غير ولدي بناتي. فاليوم وزارة العدل دا يعلم مهندسين من دا يعلمهم يجي ثاني يوم دا شدبن عينهم قال لهم والله في بيتي احسن منكم. قال له شنو؟ قال له والله احسن منكم. قال له شو احسن منك؟ قال له اعلمها ثاني يوم اجي القى رسن هي تعرف. قلت ليش يجي؟ كان يضربون بي المثل. أني أحب الفن هوايتي حتى أرسم رسومات كلش حلوة رسومات تطريز أي شيء. أني أحب الفن. فأختي مريضة شفت كياسة حلوة ما أريد أفارقها قلت خليها أسوي فكم وردة شو طبعا ما حد يسوي ورد مال كياسة. أخذت كيس قصقصت سويتها سويت وردة شفتها لا والله حلوة. يا اللي يجي يقول لي حلوه والله زين لا خلاص حلوه قمت اسوي وانطيهم. تالي شفت زين هي بس بدوره انا حيدر اشتري لي سيامه راح اشتري على سيامه رفيع مع البناء حتى اقصقص بي واسوي واكلم بيها انا. الان قمت اطورها وردات صغار وردات كبار ويا كيس اكو شورده هيك لون هي حلوه يجوز اكو هيك لون. فقامت يا اللي يجي شدت ولد اعطيه يا اللي يجي. الان صار هوايه من صار هوايه زين هذا وين اودي؟ خليته بغرفتي هو ما برد لزمت وزعت فينا قمت الشغل اوزع السيب واوزع واعطي بحيث ما خليت بيت من قرايبنا ما اعطيته. قاموا هم يشوفوا يكفوا ياخذوا ويروحون. انا ارتيه يعني خلي يصير عندي فتشم ورده هنا اخوه ما اكومه وأحب ألتهي بيها. هذا لونه غريب بس يعجبني أسويها والدة. ناس كيف حلوة قد أتألم هسه بهاي السنين المرة. يعني إحنا عشنا حياتنا حلوة يعني حتى بعهد الملكي
ما شفنا أشياء. طلعوا مظاهرات مرتين ثلاثة، لا كتل لا شيء دمار، لا أبد لا أبد لا أبد. يعني حتى إحنا كنا نروح للمدرسة، مليكنا مليكنا نفديك بالأرواح، من كل قلبنا فرحانين. وتعلمنا المدرس المعلمة يقول الملك هو يحفظ شعبا، ملك هيجي ملك هيجي، فإحنا حبينا ونحبهم ونخليهم قلبنا. شتاليها طلعوا هذول ما شاء الله عليهم، يعني لاكم فساد. كان الرجال إذا يروح تاجر لاكم فيها له أبد، يقول له هاي خذها من شاربي، يعني حكايته صدق. واللي ما يكذب بعد يسقط من نظر الكل، لا كذب ولا حيلة ولا أبد ولا أبد. هسومين عندهم كذب زلاطة والبوق زلاطة، وخوفة الله ما عندهم. واحد بس يقول له خوية، حتى لو غريب ينتخي، بس يقول له خوية عنده شو شو ينتخي. هسه ما ماكو أسيس في واحد يتأمل ما عنده، ماكو. يعني كلهم من أحكي وياهم أشوف واحد ينفعل، أقول له أحسن من الصبر ماكو، إزمى نفسك. الصبر هو تاج هذا الصبر، إذا الإنسان يصبر شنو في فائدة التهور؟ والحمد لله والشكر صابرين. حتى هي هاي رحم، شقد أحكي ويا حتى رحم، كان شنتي اللي عدمه ورجلها، من أقعد أحكي وياها يعني والله أسوي نفسي لا أبالي. كلهم متشائمين أسوي نفسي لا أبالي، بس أنا بداخلي يعني أتقطع أتقطع، بس إلها أقول لها هذا حد يومهم، ولا الجنة إن شاء الله نتلاقى بالجنة، إن شاء الله هيجي، إن شاء الله كبر وديك يكبرون، أخلي لها أمل للحياة كل شيء هواي. وبالفعل صدق صبرنا، حسهم الولد صاروا وكبروا والزوجة وزوجناهم وفرحنا بهم. الإنسان إذا ما الله ينطي صبر ويصبر يتخبر. يعني كل متعجبون عليه شلون انت يعني عقلك وفكرك الوياية صار بيهم تخبوا وماتوا وراحوا للكبري. الحمد لله والشكر، انا الله نعم علي بالصبر.